جزاكم الله خير. له سؤال آخر يقول هذا السائل: أسأل عن شرب الدخان، هل هو من المحرمات وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم، الدخان من المحرمات، والدليل من الكتاب والسنة قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، لا شك أنه من الخبائث في رائحته وفي طعمه وفي أضراره المبرحة التي قررها أطباء العالم، وأنه ضار 100%، ليس فيه منفعة لوجه من الوجوه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، ونهى عن قتل النفس، والدخان فيه قتل النفس ولو على المدى البعيد، فهو يورث الأمراض التي شخصها الأطباء، أعظمه السرطان وغيره من الآفات. نعم.